بس ربطت قبل كده. فعلا؟ اه طب اه دي حاجة والضحكة حلوة. دي هي دي بالظبط. هي انا وانا على فكرة بحب جولي دي جدا، صغننه كده. المهم، فدي اول حاجة عملتها. وبعدين كان طول عمري نفسي اخش معهد سينما قسم اخراج طول عمري. وانا صغيرة كده كنت بقعد اعذب صحابي واخليهم يعملوا مسرحيات بالعافية واخد ادوار البطولة كلها والبسهم على مزاجي واجيب اهاليهم يدفعوا تذاكر عشان يتفرجوا على عيالهم. ده انت قويه جدا زي مريم يعني. كده. زي نبيله. زي نبيله شويه. بس ف بس في سبيل الفن على فكره دي حاجه طبعا حلوه، وكانوا بيستمتعوا ما كنتش بقدرهم. المهم فكان نفسي قوي ان انا اخش في السكه دي. بس وانا في ثانوي كنت في شهاده معادله في اي جي، وخدت الكورس الرسم يعني مختلف شويه عن اللي احنا بندرسه، يعني مش زي انه بنرسم مثلا مناسبه معينه او كده. هو كان شبه قوي قوي اللي خدته بعد كده لما دخلت فنون جميله، يعني الامتحان 8 ساعات يومين ورا بعض 19 ساعه، والامتحانات تسافر تتصلح وتوتر. ده الاي جي قصدي؟ كنت في اي جي. فقررت ان انا عايزه اخش فنون جميله، ودخلت فنون جميله فعلا. يعني حياتك غيرتيه في ثانيه. في لحظه. برافو. قررت عايزه اخش فنون جميله، فدخلت فعلا فنون جميله، دخلت تصوير زيت. وبعدين بعد ما اتخرجت قعدت سنه بعمل مسرح بس. كنت بحب المسرح جدا، ومامتي كانت دارسه مسرح وانا صغير، كنت بقعد بقى اتفرج على صورها في الجامعه والحاجات دي. فعلا والفساتين بقى والحاجات دي كنت بحبها قوي. فقعدت سنه ما بعملش حاجه، بعمل مسرح بس. وبعد بقى السنه دي اشتغلت بقى ميديا، اشتغلت برودكشن، قعدت سنين بشتغل فريلانس برودكشن. وبعدين محدش اكتشفك لسه. كان بتتفتح السيره كتير قوي، بس انا حقيقي ما كنتش عايزه، يعني دايما كنت بقول لا مش عايزه. فاروح وده قصه طويله حزينه. مين ده؟ ده يودا. مين ده؟ ده شكل وشه زي البني ادمين. ده يودا. ويودا ده قصته رهيبه. مريم انت لو ركزت كده هتحس ان هو راجل بشنب. ما هو هحكي لك، ده قصته رهيبه، وانا سعيده جدا بصوره يودا في حياتي دلوقتي. يودا؟ يودا ليه بقى؟ انا كنت يوم كان عندي شغل، كنت في دوبلاج عادي بسجل، وخلصت في المهندسين، ومفروض ارجع بيتنا في الشيخ زايد عادي. ما فهمش ايه اللي حصل، خدت يوترن غلط، مش فجاه لقيت نفسي في الزمالك، فالوقت عمال يضيع. وانا فلقيت واحده صاحبتي بتكلمني تقول لي مريم الحقيني، انا واقفه تحت بيتي انا وابني، وفي قط في الشارع شكله انا مش عارفه ماله، وخايفه اقرب منه مش عارفه اعمل ايه. فقلت لها انت فين؟ فطلعت قريبه مني، فقلت لها طب انا جايه دلوقتي. رحت لقيت حالته مزريه، حد دالق عليه جاز، وحالته بشعه، حالته حقيقي بشعه. ليه يعني ريحته جاز؟ هو جسمه كله شعره يعني قصه، شكله بشع. خدته رجعت بيه البيت، حاولت احميه بتاع كده، لقيته لا هو ضعيف لدرجه انه مش قادر يخانقني، بس هو مش طايق نفسه ومتالم ومتضايق. تاني يوم اخدته للدكتوره اللي بتعامل معاها، فقالت لي بقت والله بتشيل الشعر ده كله اكن ستيكر. قعد عندي في البيت بتاع شهرين مثلا، لحد ما شعره ابتدى يطلع وابتدى كان عنده بقى جروح كتير طبعا من في ماده كاويه. وبعدين مع الوقت في علاجه وكده اكتشفت ان هو اطرش كمان، ما بسمعش. بس صعب عليا قوي. قعد شهور عندي كتير.